ننتقل بقى من التعليم إلى جزئية أخرى وهي النظافة، وعلى العكس القمامة المتراكمة في شوارع مصر للأسف الشديد. دي الحتة اللي قلت حضرتك أنت قلتي فيها الأول إن أنا هبدأ بنفسي. أنا في القمامة عملت إيه مثلا في الحياة عندي؟ من غير بالشرط إن أنا أبقى مترشح للانتخابات ولا مش هنزل انتخابات. جبت صناديق القمامة الكبيرة دي 1500 باسكت ووزعتهم على المحلات. ليه؟ علشان بدي فرصة للناس ان يبقى في صندوق زبالة، ان عنده شوية زبالة يحطهم في الصندوق ما يرميش في الشارع. فدي انا ببدأ بنفسه ان انا بعمل حاجة ايجابية للحي عشان احنا نهتم بالحي بتاعنا. ما لو ما انا ما اهتمش بالنظافة، حاجة ما اهتمتيش بالنظافة مين اللي هيهتم؟ لازم احنا كشعب الاول نبدأ بنفسنا. يعني فكرة انه قبل ما اطلب من الدولة انا كمواطن لازم اشتغل على نفسي. صح. الاول واخد بالي من القمامة اللي امام منزلي والقمامة. صح. اللي في الشارع عندي وفي الحي عندي وهكذا. احنا معانا فيديو ليه علاقة باللي حضرتك بتتكلم عليه، هنشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع نواصل هذا الحوار. المبادرة اللي عملها الأستاذ يوسف دي بصراحة جميلة جدا، على أساس يعني إيه ما يبقاش في زبالة ويشكر، وهو عامل حاجات كويسة برضه في شبرا ويستاهل كل خير. يعني فكرة كويسة جدا وهتمنع الزبالة من الشوارع يعني وكده، لما يكون كل محل يحط الحاجات اللي بتطلع من عنده في الصندوق هتبقى طبعا أنضف وأحسن. طبعا مبادرة جميلة جدا لأنها بتخلق نوع النظافة شوارع، ودي حاجة حلوه في سلوكنا طبعا ان احنا شوارعنا تبقى نظيفه. يعني مبسوطين من الصناديق الزباله دي، هتنظف الشارع، وبدل ما حد يرمي في الشارع ده هو هيحط في الصندوق قدام المحل، هيبقى حلو. ونشكر استاذ يوسف نعيم على هذا المجهود اللي عمله ده. صندوق الزباله دي اهم حاجه ننظف الشوارع وننظف البيوت. بصراحه الراجل اللي شايفاه ان هو يخدم البلد وناس كلها طبعا هتديه اصوات ومن غير كلام. انا بس يعني عجبني فكره انه سواء انا كنت يعني هترشح في البرلمان ولا لا، سواء كسبت ولا لا، يعني مش لازم تستنى لما تكون مسؤول وتاخد منصب علشان تقوم بعمل هذه المبادرات وعشان تتشجع. لو عندك المقدره، عندك المقدره في الوقت في القدره الماليه وغيره، اعمل مبادره واعمل حاجه، لانه احنا بقالنا سنين قاعدين مستنيين الحكومه هي اللي تخلصنا من القمامه، والحقيقه ما بنخلصش منها. فده الوقت اللي احنا لازم نعمل فيه حاجه.